السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم لقطة رائعة من نجم الخضر يوسف ليلية، والذي بهدل المغرب أشرف حكيمي. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إذن شارك الدولي الجزائري يوسف ليلي أساسيا في مباراة أجاكسيو ضد باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على رفقاء بليدي بنتيجة ثقيلة. وشارك يوسف ليلي إلى غاية الدقيقة 82 من عمر المباراة، حيث راوغ النجم الجزائري يوسف ليلي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان. وإليكم لقطة بليدي مع حكيمي. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا بآراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.